باشنك نزل كرة بالرأس على طول، يلعب كرة لإبراهيم بايش، ابن بايش يهاجم عبر الجهة اليمنى، الكرة الأخيرة للمنتخب العراقي، عكسية، الله هو العراق، فقل للدائرة عكسية لراس ميمي يخطف منها هدف الانتصار. الهداف هداف اللاعوب لاعوب عاد من البعيد من مقاعد بودلا كزاس. اي والله ارجع ايش قلت، ارجع ايش قلت، اتمنى ان يكون هذا التغيير اللي ينقال عنا بانه رمى بالورقة الرابحة، واللي عنده ميمي ما يخسر، اللي عنده ميمي ينجح في خطف هدف الانتصار يتلقى بطاقة صفراء. فدا فدا فدا، اخذ اصفر ما عندك اي مشاكل، 6 نقاط ثمينة للمنتخب العراقي. رأسية رائعة خطفها ميمي في اخر الوقت، الله يا عراق.